الأجرام السماوية بهذا الكون متحركة، ما في بالكون شيء ساكن. الشمس والقمر والنجوم والكواكب جميعها متحركة، سواء حركة حول نفسها أو حول مركزها، وكل في فلك يسبحون. وحركة القمر حول الأرض يشكل ويخلق لنا أوجه وأطوار القمر، هلال، تربيع، بدر. وبما أن حركة القمر حول نفسه مساوية لحركة القمر حول الأرض، فإننا لا نرى إلا وجها واحدا من القمر، مثل اللي يطوف حول الكعبة. حقيقة أنه يدور حول نفسه وحول الكعبة، والجهة المقابلة للكعبة لا تتغير. والقمر في جميع أطواره جميل. سكرتنا باب العتب والنقاشات، ما عاد لي خاطر أفتش وبرر. كثر العتب شوه جميل العلاقات، خلى النوايا البيض عنك تقرب. ففي أول الشهر نشاهد القمر هلالا، وفي الثلث الأول من الشهر نشاهد ربعه المضاء بما يسمى بالتربيع الأول، وفي منتصف الشهر نشاهد القمر بدرا، وفي الثلث الأخير نشاهد ربعه المضاء بما يسمى بالتربيع الأخير، وآخر الشهر نشاهد هلالا. وإذا كان الشهر 30 يوما يغيب عنا القمر ليلتين، وإذا كان الشهر 29 يوما يغيب القمر عنا ليلة واحدة. عندما تكتفي بنفسك سيصبح وجود الناس في حياتك لطيفا، وغيابهم لا يضر.